بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة هنتعرف على مصاريف جامعة بدر للعام الدراسي 2023-2024، وطبعا دي تعتبر من أغلى الجامعات الخاصة في مصر. أعلنت جامعة بدر الخاصة عن مصاريف الدراسة للطلاب الجدد للعام الدراسي الجامعي 2023-2024، حيث جاءت المصاريف الدراسية كلية الطب والجراحة 210,000 جنيه، كلية طب الأسنان 145,000 جنيه، كلية الصيدلة الإكلينيكية 98,000 جنيه، كلية الصيدلة الدوائية 92,000 جنيه، كلية العلاج الطبيعي 80,000 جنيه، كلية العلوم الطبية التطبيقية 65,000 جنيه، مصروفات كلية التمريض 40,000 جنيه، كلية الطب البيطري 90,000 جنيه، العلوم الحيوية 65,000 جنيه، مصاريف كلية القانون 65,000 جنيه، كلية الاقتصاد والإدارة إنجليزي 40,000 جنيه، كلية الاقتصاد والإدارة العربي 30,000 جنيه، كلية السياحة وإدارة الفنادق 18,000 جنيه، كلية الهندسة 70,000 جنيه، كلية الفنون التطبيقية 65,000 جنيه، كلية حاسبات ومعلومات 50,000 جنيه، كلية لغات وترجمة إنجليش 55,000 جنيه، كلية الاقتصاد والإدارة 60,000 جنيه، كلية علوم الآداب 65,000 جنيه، كلية الاقتصاد والإدارة 60,000 جنيه، كلية العلوم السينمائية 80,000 جنيه.